جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي ان اتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها او في المطبخ، ام يعتبر ذلك من الخلوة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. ما ليس لك ان تدعهما وحدهما، بل تكون مع الضيف، تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف اذا كان ما في البيت الا المرأة وحدها. اما اذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، اذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، وقد يكون الضيف رديئا، وقد يكون ما جاءك لهذا الأمر، فينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا يخلو إلا رجل امرأة، وقال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل وبقى هذا الضيف عنك. هو في حجرة والزوجة في حجرة، ولو في حجرة خطأ، ما دام يعلم أنه ما عندها أحد. نعم خطأ، يعني مثلا فوق للضيف ونزل يجيب مثلا من البقالة يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفي نوع من الإحراج يعني. قد يستطيع يأتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.